Cars.me ويب سايت بيساعدك تقارن أسعار السيارات الجديدة وبكبسة زر تخلي الوكيل يتصل فيك ويعطيك أحسن سعر. Wheelers.me بيخليك كمان تقارن كل القروض المصرفية تتلاقي الدفعة الشهرية يلي بتناسبك. زوروا www.wheelers.me هلأ لتكتشفوا آخر العروضات بلبنان والإمارات. مرحبا فيكم مرة جديدة مشاهدينا بأوتو فوكس. رح نضوي اليوم على سيارة جديدة بطبيعة الحال مع صديقنا تروس ديميجان اللي هو فردان برانش مانجر بسانشوري موتور وكلاء هيونداي بلبنان. طراز جديد رح نعرفه أكثر بالتفاصيل معك تروس. كيفك؟ ماشي الحال جورج. يعني الايونيك موديل ما صار له زمان كثير بهيونداي. مظبوط. نحن الايونيك اللي عارضينا هون هلا هو اللكجري باك موديل 2019. مثل ما قلت قبل مرة كمان نحن أول شركة بلبنان عم ننزل سيارات موديل 2019. وقت نحكي أيونيك يعني عم نحكي سيارة هايبريد، يعني كومباين تو انجينز مع بعض. نعم. عنا الكونفنشنال انجين موتور البنزين بلس باك اب لها في عنا الموتور الكهرباء كمان. يس. موجود بلبنان موجود سيارة على الكهرباء هايبريد مع بعض. مع بعض. مع أوكي. بعض أوكي. يس. ات اني تايم حسب انت مش فول. مش فول. أوكي. حسب انت حسب سوقتك بتعملها completely electrical completely بنزين او ماتش مع بعض. حلو فيه هاي بما انه الموتور البنزين عم بيشغله دوالي بالادمانيات، موتور الكهرباء عم بيشغله دوالي بالورانيات، فينا نقول انه الايونيك اتس فور ويل درايف. عملي نايس. يعني اذا حلو الكومبينيشن اكيد اذا كنت طالع على جبل صوب التلج على الجبال بما انه بده يشتغل الموتورين مع بعض هايبريد. يعني شغل هايبريد الموتور مع بعض يعني اوتوماتيك ما عم بتصير فور ويل درايف السيارة. يعني سيارة مميزة عن جد عم نحكي عنها اليوم، وغير هيك عم نشوف شكل وشيب رائعة جدا، حتى داخلين بالديزاين بمسكات البواب. إذا منشوف تروس عاملين ديزاين كتير حلو لأنهم أكيد وطن نحن منقول هايبريد إجمالا السيارات الهايبريد اللي موجود بالسوق شكلهم بيكون شوي غريب. هالسيارة وتعملوا ديزاينز هالسيارة حبوا يعملوا سيارة شكلها كونفنشنال سيارة عادية بلس يكون هايبريد، يعني لا مقصرين من الصندوق لا مقصرين من القعدة ولا بالشيب. وقت بتسوق السيارة كأنك عم بتسوق انت السيارة عادية، بس مبينة كمان فيتوريستيك كار أكثر للمستقبل. أكيد. باللاينز تبعها بالشيب الخلفية مثلا كل شيء حيلا قطعي اللي معمول على السيارة جورج معمول بطريقة تكون فلوديك. نعم. لأن انت هايبريد يعني بدك توفر بنزين من اللاين اللي عم بتشوف من الجنوطة اللي موجودين ال 17 من الكيرف تبوط السقف. اكيد وقت عم نحكي الايونيك عم نحكي الهاي اند مع المسكات الكروم مع الفتحة على السقف مع هيدا البلت اللي جاي من تحت تتحمي السيارة. نعم. اكيد اشارة على مرايات كهرباء. اهم شيء انه بقلب المراية جاي فيها البلايند سبوت ديتكشن، يعني السيارة جاي من اليمين او شوي بتضوي لك. نعم. تتنتبه على السيارة. يعني معلومات كتيرة حابين نحكيها عن السيارة اليوم، رح ننتقل سريع نحكي اكثر عن داخل الهيونداي ايونيك الجديد. جولتنا على داخل السيارة رح تبلش من الناحية الخلفية، نشوف الصندوق الخلفي كمان قد ايه واسع رغم انه السيارة هي هايبريد. كنت بدي اقول لك شغلة جورج، صندوق الايونيك 750 لتر بساعة، اجمالا وقت بتقول هايبريد يكون يا البطارية بالصندوق يعني ما في صندوق شبه معظم. نعم. او بيكون شيء شقفة صغيرة من الصندوق، بس هون عندنا الصندوق 750 لتر، اكبر صندوق بالكاتيجوري تبعها، لانه البطارية مش محطوطين بالصندوق، حاطينها بطريقة ذكية كثير تحت الكرسي الورانية. نعم. رح نتابع حديثنا وننتقل لمقصورة السيارة، بداية المقصورة الخلفية، وكمان السيارة واسعة رغم انه هي بطابع رياضي وسيارة هايبريد وعساس بيكون الداخل فيها صغير، لا اليوم بهيونداي ايونيك عنا وسعة كتير كبيرة من وراء تروس. اكيد هيدي اللوكجري باك مثل ما عم نشوف انه اوريدي جاي فرجلت، في عنا التهوي ورا كمان، ثلاث اشخاص بيقعدوا ورا مرتاحين ما بينزعجوا ابدا انه في شوب ورا، لانه الاي سي هم الاوموجينيس عم بتوزع الهواء بكل السيارة. كمان متابعين للمقصورة الامامية وفي اوبشنز اكيد رح يخبرنا عنهم اكثر تروس عن السيارة، خاصة موجودين بالتابلو وبالفولان وحتى بالفيتاس. شيب كثير حلو، اول شيء لديركسيون السيارة للفولان دي شيب سبورت. اكيد فيها الاوديو ستيرينج ويل مع الكروز كنترول 5 انش تاتش سكرين، غير انه تاتش سكرين هذا الانفوتيمنت جاي كاميرا ورا بلس ما نقول انه لحمايه السياره فيها سنسر ورا وسنسر قدام، كراسي جلد والكراسي الادمانيه جايين جورج هيتد اند فنتيليتد، يعني فيك تسخنهم فيك تبردهم. نعم. كمان تتكون مرتاح فيها.
يعني باختصار داخل كتير كتير حلو للسيارة مثل ما شكلها الخارجي. صار وقت هلا نحكي بيرفورمانس، أكيد سيارة الهيونداي أيونيك. صار وقت نحكي بيرفورمانس، بتصور هذا بارت كتير مهم خبرنا عنه توروس، خاصة أنه السيارة هي هايبريد. بس بدي أقول لك شغلة جورج، نحن قاعدين هون هلا بالستوديو سامع أنه السيارة دايرة. هلا هي دايرة؟ هي دايرة السيارة. ما قلت لي انه دورتها اصلا ولا سامع شيء. هيدا هو لذة الهايبريد، بما انه كنا عم نحكي عن الموتور قلت لك جاي موتورين 1.6 لتر انجن وبلس باك اب جاي موتور الالكتريك مع بعض كومباين بيعملوا 148 حصان. قلت كان انه السياره بتجي فور ويل بقى بده يشتغلوا الموتورين مع بعض. نعم. اكيد عم نحكي كمان الاوتوماتيك ترانسميشن جاي دول كلتش 6 سبيد. كسيفتي فيتشرز اذا بنحكي عن السياره ستاندرد جاي فيها 9 اير باكس، يعني فرونت اير باك يعني درايفر باسنجر سايد اير باكس وني اير باك كمان جايين. بما انه عم نصور مقدمه السياره كمان هذا الكلام اللي جاي شايفه بيانو بلاك مع الليد لايت وداي تايم رانينج لايت، فتحات يلي جايين حد الليد هو الكرمال يخرقوا الهواء اكثر وتما يصير في توربولنس بقلب السياره من تحت. يعني اوبشنز عن جد كثير كثير مهمين للسياره، انا كثير حبيتها للهيونداي ايونيك وخاصه مثل ما عم تحكي ناحيه محرك الهايبريد الممتاز جدا. صار وقت هلا نعرف اكثر، وانا صراحه كثير حابب اعرف شو سعر السياره اليوم بالسوق اللبناني. عن جد مواصفات اكثر رائعه شفناها اليوم يا للسياره، سياره الايونيك مع توروس. خبرنا كل شيء حكينا عنه اليوم، شو سعر السياره خاصه عندنا نرجع نذكر محرك الهايبريد. وقت عم نحكي محرك هايبريد يعني عم نوفر بنزين تقريبا. هالسياره تعمل 588 كيلومتر بالتانكي. واو. والسعر عم نوفر تلوث أكيد. عم نوفر ازعاج وعم نوفر كثير قصص. وبما انه هالسياره نحن اللانشينج عم نعملها اليوم هو عيد الارض. اوكي. يس، كرمال البيئه وكرمال التلوث، هيدي ما بتصرف ابدا ولا بنزين ولا بتلوث البيئه. واكيد نحن هيدا السعر عاملين اللانشينج برايس مسجله خالصه ب 33000 دولار. سعر كثير منافس عن جد للسياره، خاصه انه هي بالمحرك الجديد الهايبريد وكل اوبشنز اللي حكي عنها اليوم توروس للهيونداي ايونيك مع شكل رائع جدا للسياره عم نشوفه. بلبنان فينا نشوف السياره ب 20 شوروم. 20 شوروم فيكم تعملوا تيست درايف للسياره كمان ب 20 شوروم، بتحددوا موعد بتروحوا بتجربوا السياره. واهم شيء جورج اللي بدي اقول نحن الرائدين بالسوق اللبناني بشيء اسمه موبايل جراج والهوم سيرفيس 24/7. واهم شيء هالسياره كفالتها مثل كل السيارات الهيونداي 6 سنين 120 الف كيلومتر، خاصه الايونيك بما انه هي هايبريد بطاريتها 7 سنين 150 الف كيلومتر عليها كفاله. شكرا توروس كل هالمعلومات، بنلاقيك بحلقات مقبله. مشاهدينا هذه كانت سيارتنا لليوم، بكره اكيد سياره جديده وحلقه جديده. الى اللقاء. ويب سايت بيساعدك تقارن اسعار السيارات الجديده وبكبسه زر تخلي الوكيل يتصل فيك ويعطيك احسن سعر. wheelers.me بخليك كمان تقارن كل القروض المصرفيه تتلاقي الدفعه الشهريه يلي بتناسبك. زوروا www.wheelers.me هلا لتكتشفوا اخر العروضات بلبنان والامارات.